قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشر.